مدينة أبو ظبي، وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تتصدر مواضيع وأحدث سبل الإنارة وأكثرها قربا من البيئة. تفاصيل أوفى مع سهيل الزبيدي في هذا التقرير. مساء أبو ظبي سيكون أكثر إنارة، أقل تلوثا، وبتكلفة أقل. هذا ما يجري الكلام عنه ومناقشته في قمة أعمال الشرق الأوسط للإضاءة الذكية والطاقة والمنعقدة في أبو ظبي لمدة يومين وتحت رعاية بلدية أبو ظبي. تسعى العاصمة لخلق بيئة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستثمار الطاقة المتجددة في مسيرة النمو، وهذا عنوان كبير يكتب بالخط العريض في رؤية العاصمة التي تسعى لأن تكون جودة الحياة فيها الأفضل على مستوى العالم في عام 2030، لذلك فهي في سباق مع الزمن. اليوم مثل ما الكل يعرف التحدي الكبير بالنسبة للمدن والدول والحكومات بشكل عام هو مدى قدرتها على المحافظة على الطاقة والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن بالتزامن مع المحافظة على البيئة وتخفيض التلوث بأنواعه. والحمد لله اليوم نحن نفتخر أننا وصلنا إلى مصاف الدول متقدمة ومتقدمة جدا في مجال استخدام الطاقة وترشيد استخدام الطاقة واستخدام أفضل الأساليب. في السنوات العشرين القادمة سينخفض استهلاك الطاقة بما لا يقل عن 60%، وسيقل استهلاك الكهرباء بنسبة 40% تقريبا. وخلال السنوات الست القادمة ستستغني العاصمة عن 300,000 من مصابيح الإضاءة الموجودة بالشوارع، وبالتالي ستهبط نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الجو بنسب كبيرة. التكنولوجيا تأتي يوميا بما هو جديد، وأبو ظبي باتت تحتل مكانا رياديا تطور نفسها دوما، بل تقود الآخرين نحو التطور. وقد نجحت قمة أبو ظبي في استقطاب أكثر من 200 شخصية من كبار ممثلي الحكومات والبلديات، ومن الجلسة الأولى قدمت خطط ونماذج أعمال لعقدين قادمين، وهو ما يترجم متابعة الإمارات.